أهلا بكم. عام 2019 وقع العراق اتفاقية مع الصين فعلت برنامج النفط مقابل إعادة الإعمار. تعهدت بموجبه عشرات الشركات الصينية بالعمل في البنى التحتية العراقية مقابل تلقي بكين 100,000 برميل نفط يومياً، فيما تسعى بكين إلى دخول السوق العراقية بشكل واسع والمشاركة في إنجاز مشروع طريق التنمية الاستراتيجي. وبموجب الاتفاقية فإن الشركات الصينية تعهدت ببناء 1,000 مدرسة في العراق مع بحث بناء 7,000 مدرسة أخرى في المستقبل، والعمل على تشييد مطار في مدينة الناصرية، و90,000 منزل في مدينة الصدر، و1,000 مرفق طبي، وكذلك تنفيذ عملية تحسين شاملة للصرف الصحي في بغداد، وإنجاز مدينة للعلوم شمال العراق تتضمن جامعة ضخمة ومعامل أبحاث وحدائق عامة، فضلاً عن عشرات المشاريع الأخرى في البنى التحتية. الاتفاقية العراقية الصينية تتضمن مسارين بحسب مستشار حكومي. الأول، استخدام عوائد صادرات نفطية إلى الصين بمقدار 100,000 برميل من أصل 800,000 يصدرها العراق إلى الصين يومياً لأغراض الإنفاق على مشاريع عمرانية في العراق تنفذها شركات صينية. والثاني، قروض ميسرة تقدمها المصارف الصينية للإنفاق على مشاريع الطاقة الكهربائية وغيرها وفق معطيات الموازنة الاستثمارية بدفعات تبلغ كل واحدة منها 1,800,000,000,000 دولار، بما لا يتعدى الخط الائتماني 10 مليارات دولار طوال عمر الاتفاق البالغ 20 عاما. وخلال الربع الأول من العام الحالي احتل العراق المرتبة الثالثة بالتبادل التجاري مع الصين، إذ بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 12.4 مليار دولار بنسبة نمو تجاوزت 5%، كما بلغت قيمة الصادرات العراقية إلى الصين في الفترة نفسها ما قيمته 9 مليارات دولار كلها منتجات نفطية، فيما بلغت قيمة استيرادات العراق من الصين 3,400,000,000 دولار. وبحسب خبراء اقتصاد فإن المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين العراق والصين نهاية هذا العام إلى أكثر من 50 مليون دولار.